بهدف تشكيل المنتخبات الوطنية والتي تستعد لعدد من البطولات المهمة في العام الجديد، ومن بينها بطولة العالم للشباب وبطولة الألعاب العالمية. أقيمت على مدار 4 أيام بطولة المملكة للكيك بوكسينج لفئات الناشئين والشباب والرجال والسيدات بأسلوب الفول كونتاكت. البطولة شهدت مشاركة عدد كبير وغير مسبوق للاعبين واللاعبات الذين مثلوا مختلف مراكز وأندية رياضة الكيك بوكسينج المنتشرة في أنحاء المملكة. أول شيء هاي البطولة هي بطولة المملكة للكيك بوكسينج اللي احنا بنعملها كل سنة لاختيار عناصر المنتخب الوطني سواء من الرجال والشباب والسيدات والشابات. هاي أول بطولة بعد جائحة كورونا. كان الإقبال كثير ممتاز من اللاعبين بكافة المستويات تبعتهم. كان عدد اللاعبين 225 لاعب تقريبا، كان في عدد جيد من السيدات ومن الشباب أيضا. المنافسات شهدت مستويات جيدة وحماسا من قبل اللاعبين واللاعبات بعد انقطاع دام عامين بسبب جائحة كورونا، حيث أظهرت البطولة مواهب جديدة خاصة في فئة الشباب وأبطال يبشرون بمستقبل واعد لرياضة الكيك بوكسينج. أنا اللاعب ركان قنواتي ولعبت على وزن 57 لفئة الشباب، والحمد لله أخذت ذهبية المملكة. لعبت 4 نزالات قويين الحمد لله. أول نزال الحمد لله جبت قاضي بالجولة الأولى، وثاني نزال برضو جبت قاضي بالجولة الأولى، وثالث نزال اللاعب انسحب، والنزال الرابع الحمد لله راحت 3 راوندات وفزت الحمد لله. أنا اللاعب صايب خالد عوض، بلعب في مركز الأقصى رياضي. حصلت على ذهبية بطولة المملكة للكيك بوكسينج بعد أن لعبت 3 مباريات قوية، 2 منهم بالضربة القاضية وواحدة مباراة كانت قوية النهائي. والحمد لله بدي أمثل المنتخب الوطني في البطولات الجاية إن شاء الله، الخارجية والداخلية إن شاء الله. قيس البرماوي، شاركت على وزن 81، لعبت 4 مباريات للذهبية والحمد لله جبت الأول على وزني، وبإذن الله راح أكون بالمنتخب الوطني نمثل الأردن وإن شاء الله نجيب إنجازات أخرى للأردن بإذن الله. بطولة ناجحة وقوية انتظرها عاشقو هذه اللعبة بعد غياب قصري، وعودة موفقة لرياضة الكيك بوكسينج الأردنية التي عودتنا دائما أن تكون حاضرة بقوة في المحافل العربية والعالمية.